مرة تانية كابتن هيثم، برحب بحضرتك وكل مشاهدينا في كل مكان في اطار متابعتنا لمباراة الاهلي والزمالك في نهائيات كاس الكرة مباراة كرة الطائرة للدوري الممتاز الف. معانا رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة المهندس خالد ناصر سليم. انا مش مهندس، برحب بحضرتك في البداية، يعني تقولي عن المباراة النهاردة ومباراة حاسمة في مشوار الدوري واطار الاستعدادات ونقل المباراة للاسماعيلية، يعني كلمنا عن المباراة وبشكل عام عن النهاردة. طبعا احنا زي ما شفنا الماتش الاولاني كان غايه في الجديه وغايه في الاحتراف، لانه كان ماتش ما كناش عارفين مين اللي هيكسب، خاصه بعد كان الماتش اللي فات تقدم النادي الزمالك وبعد كده حصول النادي الاهلي على المباراه. النهارده متوقعين برضو نشوف مباراه جيده فيها كل انواع الاحتراف اللي موجوده على مستوى كره الطائره في مصر، ده اقوى مباراه موجوده في الدوري الممتاز بتاعنا. يعني في اطار تنظيم الاتحاد للمسابقات، يمكن المسابقات معظمها قرب ينتهي، يعني التنظيم ونقل المباراه الاسماعيليه الهدف منه، وهل المباراه هنشوفها الفتره المقدمه بتقام في القاهره ولا استمرار للمباراه الهامه نقلها الاسماعيليه؟ هو احنا الحقيقه بناخد المباريات الهامه اللي ممكن يكون فيها بعض احتكاك من الجمهور بناخدها في الاسماعيليه برضه لنشر اللعبه ونوري جمهور الاسماعيليه المباريات وكده. فنيا بقى، بصفه حضرتك رئيس الاتحاد، شايف المباراه فنيا ازاي النهارده في ظل تقدم النادي الاهلي في الترتيب والنادي الزمالك في الوصف؟ اعتقد المباراه النهارده تبقى اعلى مستوى في جميع المباريات على مستوى الدوري الممتاز، وانت هنتفرج مع بعض على مباراه حلوه ان شاء الله. شكرا يا فندم، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره، اتكلم لحضرتك. الزميل محمد توفيق، شكرا جزيلا. الحقيقه طبعا شفنا لقاء المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد اللي كان